السلام عليكم، جمعة مباركة. دخلوا وتشوفوا معايا كيفاش غادي نصوبوا ان شاء الله بحول الله واحد شيز كيك بالطريقة المنزلية وبطريقة مبسطة اللي تستطع بها كل ام ولا كل مبتدئة غادي تجربها في الدار ان شاء الله وغادي تعجبها بمقادير سهلة وبسيطة. تبعوا معايا الطريقة باش نصوبوا هاد شيز كيك ديالنا. غادي نحتاجوا البسكوي بزايد، انا استعملت هيرنيس وانتم اي بسكوي عندكم غادي هذا الى اقتضى الحال غادي نزيدوا البسكوي لان عندي طبق كبير عائلي. وغادي نحتاجوا حليب بوغ فيغ موي يغلو بسكوي، وغادي نحتاجوا جوج دو باكي ديال كريم شانتيي، جوج باكيات. وغادي نحتاجوا ان شاء الله فلو ديال الفريز، وجوج ديال لي بيبي وشوكولا بلي كولور بالالوان يتزين. تبعوا معايا الطريقه ان شاء الله، طريقه التحضير. هادو هما المقادير. في بدايه الامر هذا هو القالب اللي اختاريته انا، طبسي كبير عائلي انتم كي تشوفوه هو مازال جديد. غادي نديرو باش يمسكنا ديك البسكوي، غادي نديرو لا كريم، غادي نديروها نشتتوها شويه شويه على القالب هي باش يشد معايا البسكوي مزيان، هي شويه غير هكا تشتت هكا بهذه الطريقه. دابا غادي نقبطوا الحليب وغادي نفزقوا فيه البسكوي ديالنا بحال هكا، وغادي نحاولوا نستفوه من الفوق بهذه الطريقه. تتهز الكاطو، لكن الانسان يحاول يمشي يختار كاطو رخيص. بالنسبه لي درت انا هيرنيس، هيرنيس رخيص وزوين وقديم، راه الاكثر يلي ربى به وليداتو تنستعملوه بحال سيريلاك. صافي انا قريبا نكمل الطبقه الاولى باش نسموها بالشوكولا سائله، لان ديك الشوكولا تجعلها تكون متماسكه وتعطيها واحد الطيبه زوينه مع الكريم شانتيي. صافي حنا كملنا الطبقه ديالنا. هذا الشكلاط اللي درناه مع الحليب وزدنا فيه الكاطو ديال هيرنيس وضربناه بالضراب حتى هو تيعطي هاد الطبقه هذه دقيقه وزوينه ولذيذه. يعني غادي نسمو غير هكذا، نبقاو نقطرو هكذا. هذا تيدخل في ديك في السباس ديالو تيخليه يكون متماسك. صافي هكذا، يعني جربتو. انا تندير واحد الحاجه ديما من الابتكار ديالي وتندير ديك الشيء منزلي وبسيط، يعني حتى تنجرب الحاجه عاد نستعملها معاكم. صافي بحال هكا. من بعد كنزيدو عاوتاني واحد طبقه ديال كريم شونتيي. صافي تنحاولو تجي مخلطه مع الشكلاط، ولا اللي بغا كاع يخلطها مع الشكلاط او دي باغ من الاول، اللي بغا يخلطها مع الشكلاط مزيان غير بحال هكا. عاوتاني تنزيدو طبقه اخرى، ها هي تنصوبوها بالحليب. انا شاريه الكاطو بزايد لان عارفه الطبق عندي كبير، وتنبقى حتى تندير ربعه الطبقات. ديك الطريفات ما تيضيعوش هكذا، حنا كملناه. دابا هذه الطبقه الثانيه ان شاء الله غادي نديروا لها عاوتاني الكريم شونتيي ان شاء الله باش نكملوها، ونزيدوا الطبقه الثالثه. وهاني معاكم، شوفوا الفكره غادي تعجبكم وحاولوا تجربوها
المهم هي المشاركه وندخلوا السعاده لوليداتنا. دابا غادي نديروا طبقه اخرى ديال كريم شانتيه. بسم الله. غادي نحاولوا نسيحوا هذا. هذه الطبقه الرابعه كملناها، ما جاياش باينه لان المول عندنا كبير وخاصو تبارك الله بزاف ديال، واخا شريت بزاف ديال البسكوي وما قدش، ولكن هذه هي الفكره. غادي درت فلو ديال الفريز، درتو مع شويه ديال الحليب وخليته يغلي عليه، وغادي نكبوه هكا من الفوق وندخلوه للمجمد. غادي نكبوه هكا من الفوق يعطي حتى هو واحد الطيبه، واحد النسمه زوينه. تنحاولوا نسيحوه هكذا بالجناب. صافي هذه هي، غادي ندخلوه ان شاء الله للثلاجه على ما يجمد، وغادي نزينوه من الفوق.